السلام عليكم ورحمة الله، وحشتوني جدا. طبعا كلكم عارفين ان في شاورما ابو مازن. سمعتوا قبل كده ان في شاورما حرية؟ هتجربوها دلوقتي بتكات بيتي وتست ملوش حل وكميات تشبع الكل. يلا نسمي بسم الله ونبتدي مع بعض نعملها. هنجيب بولة. طبعا ما تتوقعيش ان احنا النهاردة عندنا لحمة، احنا عندنا معلقتين زبادي وعندنا ربع كوباية خل. هنركن الحاجات دي على جنب ونقول مع بعض كلمتين. دلوقتي انا هديكي سر تتبيلة الشاورما اللي بتشتريها من بره. قادرة تشتريها او لاقية تشتريها من اي سوبر ماركت تشتريها. طب افترضنا حبايبنا بقى اللي مش بيعرفوا يجيبوها منين، هنبتدي نعملها مع بعض. هنحط معلقة شاي، معلقة معتبرة كده بصل بودر، ومعاها معلقة توم بودر، وهنحط مكعب مرقة بودرة، وهنحط معلقة شاي دقيق. بصوا قد ايه، دول بس اللي احنا عايزينهم. هنحتاج ملح ليمون. طب الملح ليمون غير صحي، في كل التتبيلات اللي بره ملح ليمون، بس احنا هنعمل قد ايه ملح ليمون؟ بصوا يا دوب، ها ملح ليمون. وهنحط حاجة كمان بقى هتديكي لون حلو جدا وتديكي كل تفاصيل التتبيلة، هنحط معلقة بابريكا ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. انا ليه عملتلك الخطوة هنا منفصلة وما حطيتش؟ عشان اعرفك تتبيلة الشاورما بتتعمل ازاي. بصل بودرة، توم بودرة، ونسيت الفلفل الاسمر. في حاجات كتيرة بتروح منكم ما بتفكرونيش بيها. ونزودها الملح عشان تبقى كافية وافية. نديها تقليبة حلوة ونروح للبولة الكبيرة. هنفضي كل المكونات دي هنا. انا خليت الجزار عندي يقطعها لي بفتيك محمل شوية. هبتدي ارص كل القطع كده فوق بعض، مش قطعه قطعه، كله فوق بعض كده، ونبتدي نشوف هنقطعه مع بعض ازاي. انا عندي هنا كيلو الا ربع لحمه. هبتدي بعد ما رصيت اللحمه مع بعض كده اجيب سكينه حاميه ونبتدي نقطعها شرايح مش تخينه، رفيعه. نسمي بسم الله. لما تعوزي حتى تقطعي اللحمه بالطريقه دي او الفراخ، رصيهم كده على بعض وريحي نفسك خالص، هتطلع معاكي شرايح رفيعه. وعلى كل المكونات الجميله دي هننزل بشرايح اللحمه بتاعتنا. انا طبعا حطيت اللحمه على الحاجات الحلوه بتاعتنا، وهنبتدي نقطع البصل. هو ليه انا بقطع البصل معاكم؟ عشان فعلا تكنيك التقطيع في الوصفه دي مهم جدا، يعني ما ينفعش اقطع الحاجه تبقى سميكه معايا. بصوا هنقطع البصل ازاي، مهم قوي تقطيع البصل كده عشان ما يبانش في قلب اللحمه. دول بصلتين كبار وربع. كل الحاجات الحلوه دي كلها لازم بايديا واديها كله يدخل جوه بعضه. لازم كل المكونات دي تتبل تتبيل كويس جدا، لا ينفعها سباتيولا ولا ينفعها معلقه. بص انا بعمل ايه، بفتح كل البصل. هتلاحظي بصي تقطيعة البصل حلوه جدا، هتستوي معاكي قبل اللحم، وهتديكي كم وتديكي طعم وتديكي كل المزايا. بصي يا ست البنات، انا بعمل حاجه غلط جدا، حاطه الطاسه على النار وهنزل بشويه زيت. انت مش هتعملي كده خالص، انت هتروحي على الثلاجه تركنيها مش اقل من ساعه عشان تتعتق وتبقى شاورما من الاخر. انا مستعجله، هنزل بمعلقتين زيت في الطاسه بتاعتي، هسيبها تسخن خالص لحد ما احس ان هي ايه طلعت دخان. شفتي بقى الزيت سخن معانا ازاي؟ عشان اول ما تنزل اشم ريحتها على طول. الله، هو ده الكلام الصح. وجنبها خلي الشاورما جنب بعضها على قد ما تقدري. تعالي معايا هنا بقى وملكيش دعوه خالص بنوع الطاسه، الطاسه اللي عندك اشتغلي بيها. قربي، شايفه بتشكشك وبتشتغل في السوا حلو قوي من غير ما تنزل اي سوائل. النار شغاله عاليه جدا دلوقتي وانا ما بقلبش، دقيقتين بالظبط وابتدي اقلب فيها. وانا بقلب معاكي الشاورما كده ما سالتنيش عن نوع اللحمه ولا يهمك خالص نوع اللحمه، جيبي اي لحمه انت عايزاها، المهم تقطعيها التقطيعه الحلوه دي، وبعد كده سوي يا جميله على راحتك خالص. ما استوتش سقي الميه. والشاورما بتستوي معانا نعمل السلطه. واحنا بنعمل السلطه هنتكلم على الشاورما، احنا مش هنسيبها في حالها. طبعا تقطيعه السلطه هنا مهمه جدا. السلطه بتاعتنا لازم برضو البصله تبقى حمراء وتبقى رفيعه كده. اما بقى بالنسبه للشاورما، ما سالتوش معلقه الطحينه اتحطت ليه؟ احنا حطينا معلقه الطحينه عشان لمت لك كل خير اللحمه، ما نزلتش ميه خالص الطحينه. تاني حاجه الخل عشان يطر الانسجه ويخلي طعمها مزز. طب والزبادي؟ طبعا عشان يديها اصلا قيمه اكتر ويخلي انسجتها طريه برده. والطماطميه برده بالنص كده،
وهنقطعها برضو رفيع. احنا ليه بنقطع الخضار بتاع السلطه رفيع؟ عشان هندخله جوه الساندوتش ونديله صدمه على النار فيبقى الخضار طعمه حلو. عشان اللحمه بتاعتنا مش بتلو هننزل عليها بنص كوبايه ميه. ليه الميه؟ عشان اكمل سوى اللحمه. هتشرب؟ خلصت على كده. نشوف شاورمتنا بقى. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حلوه قوي ولا محتاجه تقليب ولا اي اضافات. لاحظ ان البصل بصي استوى، وهو محدش هيلاحظ ان في بصل في الوصفه بتاعتنا خالص. واللحمه بتاعتنا ليها شخصيه وجميله ازاي، ولونها ده يا جماعه من الطحينه والزبادي هو اللي مدي اللون الحلو ده والصوص الناعم اللي معانا ده. نبتدي بقى نروح نحشي الشاورما بتاعتنا. بعد ما خلصنا الشاورما تعالوا بقى نعمل الصوص بتاعها والسلطه بتاعتها. قطعنا البصل التقطيعه ديت والطماطم والبقدونس، نيجي بقى نخلص خالص السلطه بتاعتنا. اللي هيميزها بقى معلقه سماء. هنا حطيت معلقه سماء هتدي مزازه حلوه قوي وتغنينا عن الليمون، يعني ما اضيفش ليمون. وهنزل بمعلقتين زيت وهنزل بشويه الملح. وخلصنا السلطه على طول ونديها تقليبه. طبعا خطوه اضافه الملح والسماء دي قبل الحشو بتاع السندوتشات على طول عشان السلطه ما تريحش مني، يعني الدريسنج ده في الاخر خالص عند التقديم. بص اللون جميل ازاي، بص لون البصله مع البقدونس يا جماله. ركننا السلطه بتاعتنا وتعالوا نعمل بقى ايه احلى صوص شاورما في العالم. بص بقى عايزه اقول لكم على حاجه، الصوص هنا يرجع لك انت، هو الاصل بتاعه زبادي وشوية مايونيز. لو عايزة تحطي مايونيز بس براحتك، عايزة تحطي زبادي وطحينة بس براحتك، شوية مايونيز. وهنديها بقى معلقة طحينة عشان الحبايب، حلو قوي قوي قوي. عندي بقى ايه شوية نعناع صغيرين قوي اهم، بصوا رشة بسيطة قوي وخلاص على كده. طبعا هنا المايونيز هيظبط معايا الملح، يعني لا محتاجة ملح ولا محتاجه اي حاجه. طفيتي على الشاورما، هوب العيش جاهز وهتروحي تحشيها. استني، معلقه سماء ومعلقه نعناع ناشف. الشاورما دي هتجيبي الجيران وجيران الجيران وربنا يستر علينا، ومعلقه بقدونس متخرط ناعم. وهتقلبي التقليب ده كله بعد ما طفيتي على الشاورما. خطوة مهمة جدا إضافة البقدونس والسماء والنعناع الناشف بعد على طول الشاورما سخنة وإحنا طفينا عليها النار. ليه؟ أنت كده أخدتي كل فوائد البقدونس ما راحش منك. هنجيب طبعا عيش السوري اللي هو بطل الحلقة معانا، وهنحط معلقة صوص اللي هو المايونيز على الطحينة على الزبادي، ومعلقة سلطة بقى من السلطة اللي احنا عملناها البيت الجميلة الرائعة دي. وبعدين اضافة الخيار المخلل. الخيار المخلل من الحاجات السهلة جدا، يعني لو وصفة زي دي ومستعجلة على الخيار المخلل، خيارتين قطعيهم حلقات، انزل عليهم بكوباية مية مغلية ومعلقة الملح ومعلقتين الخل، نص ساعة ساعة الا ربع هتلاقيهم زي الفل. يبقى اخر حاجة هنحط مع بعض ايه؟ الشاورما. هنبتدي نطبق الرغيف بتاعنا كده ونلفه بقى بشكل حلو، يعني مش عايزه الجنايه بتبقى طالعه وزهرانه كده. اهو نلف الساندوتش بتاعنا اهو، حتى لو حسيتي ان الجناب ظاهره معاكي يعني اظبطي شكل الرغيف. احنا مفيش حد احسن مننا يا جماعه، لا ابو مازن ولا ابو شادي. اخر حاجه قبل الاكل بقى معلقتين زيت على الجريل، والجريل يبقى سخن جدا عشان يبصل معاكي. هنوزع بس الزيت بالفرشه. ننزل بقى بالساندوتش بتاعنا. بصي بقى في وصفات كده بتبقى معديه، مش عشان الوصفه من ايد حوريه، لا. بصي الساندويتش مش هتجيبيه من بره، لا بالسعر ده ولا بالنظافه دي ولا بالحب اللي انت بتعمليه لاولادك. الساندويتش بيتكلم عن نفسه، يعني انا لو مش عايزه اقدمهولك كنت اكلتهولك. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها في كل التكنيك اللي فيها، فعلا هتعجبكم كما وطعما وحبا. اشوفكم في حلقه جديده. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.